جبت كمان الحل اللي هيخلينا كلنا نرسم الايلاينر كده في لحظه في منت. هو انا لازم اتصدم كده معاكم لايف قدام الجماهير كده كل مره في اي حاجه؟ لازم تحصل صدمه في الموضوع، مش عارفه ليه. برضو انا كنت متوقعه ان حجمها اصغر. سيبكم من الحجم، اوكي عادي. ده كده شايفين اللون على ايه؟ شايفينه على ايه؟ قولولي. عايزة اعمل حاجة طبعا على المناطق الحساسة دي اللي اقولكوا حطوها بقى بقلب جامد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد وفيديو النهاردة كله دلع. انا عارفة ان كتير منكم بيحبوا قوي نوعية الفيديوز دي اللي هي بيبقى فيها المشتريات، وحلو كمان ان انا ما اديتش ايدي على حاجة غير لما افرجكوا عليها، عشان لو محتاجين اي حاجة تبعتوا على طول وتجيبوها، تنزلوا على طول وتشتروها، تبقى لسه يعني موجودة. فلا خلينا بقى نبتدي عشان الحاجات كتير جدا جدا جدا، وانا واثقة ان الفيديو هيعجبكم ان شاء الله، فاعملوا لايك من دلوقتي مقدما يعني، ويلا خلينا على طول نبتدي. اوكي نبتدي منين؟ اكلك منين يا بطه؟ اكلك منين؟ اول حاجه جبتها هي قطعه لبس واحده بس، فخليني اقولها لكم على طول. ولو انتوا كنتوا شفتوا الفيديو بتاع المشتريات اللي فات هتتوقعوا لون الدريس اللي انا جايباه ايه. بصوا لو توقعتوا بجد انزلوا اكتبوا تحت في التعليقات تفتكروا كده الدريس اللي انا جايباه ده لونه ايه. انا بحب اول حاجات اللي هي بتبقى بيزك كده وفي نفس الوقت مش محتاجه مجهود، هو يا دوب هتلبسي عليها بوت مثلا وشنطه وسكارف وخلاص الدنيا كده تمام، مش محتاج اي حاجه تانية. هتلبسيها وفوقيها كارديجان بتمشي مع كل حاجه يعني، فهو دريس بيزك ولونه بيش طبيعي. شيء متوقع والله مني ان انا اجيب اللون البيش، هو ما فيهوش اي شغل خالص غير على الكم كده، بحب الحاجات اللي بيبقى فيها شغل في الكم. غير كده هو دريس بيزك عادي جدا وطوله لحد الركبه، مش طويل قوي يعني، وكمان مقاسه حلو اللي هو مش ماسك على الجسم قوي. بس هو ده القطعه الوحيده اللي هي اللبس اللي انا جبتها. جبت كمان الحزام ده، انا شلته بس من الكيس بتاعه عشان تشوفوه. الحزام ده اللي هو بيبقى بيقفل على بعضه كده، مش بيقفل من ناحيه واحده، فلو تحطيه على الوسط. بصي عامه لو عايزه يعني تخلي الجسم ليه كيرف كده شويه ممكن تلبسي حزام، خاصه كمان لو كان عريض. عجبني جدا وقلت ممكن كمان يمشي على الدريس فتبقى الدنيا تمام. بصوا الكيوت بقى كله جاي دلوقتي. انا طلبت من اللي هو الويب سايت بتاع تي اف كي، بعتولي ان في فلاش سير وكده اضيعه ما اقدرش، فبعت جبت كده حبه اكسسوارز. اول حاجه جبتها وهي السلسله دي، قمرين قمرين ثلاثه. مش عارفه جه عليا فتره كده ما كنتش بلبس اي نوع من انواع الاكسسوارات، بس هي بجد بتفرق جدا، خاصه كمان الاكسسوارات الجولد دي بتعلي من طاقه الانوثه، وده اللي هنعرفه على فكره في الفيديوز اللي جايه ان شاء الله، هنتكلم عن الموضوع ده كمان بالتفصيل يعني وتفاصيل كتير فيه. فاول حاجه هي السلسله دي مليانه بجد تفاصيل رقيقه قوي، مش عارفه بقى اذا كانت هتكون واضحه لكم كده ولا لا. جايبه بقى كميه حلقان مش طبيعيه مش طبيعيه، ومش عارفه ليه، وفي حاجات اصلا مش هتنفع غير في الصيف يعني، هي عايزه صيف وبحر وشمس وحاجات كده. بس برضو عجبوني قوي زي ما بقول لكم، كان في سيل اوريدي فبعت جبتهم، رقيقه وجميله وكل يوم بشكل. اول حلق فيهم ده محتاج صيف بجد وبحر والوان، وابقى لابسه كده بقى حاجه ايه فاتحه، بس هو شكله يعني امور قوي. ليه بقى جبت حلقان كتير ولسه جايبه تاني برضو من مكان تاني؟ لان انا من ساعه ما جبت الحلق اللي انا لابساه ده وانا تقريبا مش بلبس غيره من كتر ما هو عاجبني، لان انا مش عامله غير هو خرم واحد، فهو بيسحب كده الودن لفوق كاني خرمه اكتر من حاجه. انا مرهق. طيب من ساعه ما جبته وانا ما بلبسش غيره، فقلت لا ابدا، الحلقان من الحاجات فعلا بتغير الشكل، فلازم كل شويه كده تجيبي وتجددي. بصوا شكله عامل ازاي، جميل. بس ده فضه بقى، مش اكسسوارات. فحسيت بصراحه قد ايه انا مقصره في حقي نفسي في موضوع الحلقان ده، ومش بجيب يعني حلقان، فلا يعني حتى لو بحب حاجه اوكي مفيش مانع ان انا اجيب تاني، لان هي حرفيا فعلا بتفرق في الشكل جدا. بس فده بقى بيعجبني ان هو بيطلع كده كاني خرمه اكتر من خرم، فجبت بقى حبه ايه الحلقان دول. جبت كمان حلق تاني لايق قوي على الاجواء الشتويه ولايق تقريبا على كل اللبس اللي عندي في الشتا، وهو الحلق ده انيق، من الحاجات اللي هي تحس ان انت انيقه كده وانت لابساها، والوانه كمان جميله رغم ان انا ما بحبش لون بني بس حبيته. جبت ايه كمان؟ جبت بقى من اللي هو اخر العنقود، موجود في كل حته بس بحس ان اللي في المولات احيانا بيبقى مختلف عن اللي بره، مش عارفه هقول لكم مختلف في ايه، بس خليكم الاول تتفرجوا على الحاجات الكيوت اللي انا جبتها دي. اول حاجه طبعا مجموعه حلقان مره ثانيه مره ثانيه، لا عايزه تشوفوها كتير معانا دلوقتي، كلهم احلى من بعض بصراحه، السيمبل والقلب واللي هو فيه لولي ده، حلوين متحمسه البسهم كلهم يعني، مش عارفه ابتدي بايه واجرب ايه الاول، مش عارفه. جبت حلق كمان برضو شكله كيوت قوي وصغنن كده ومع نفسه سيمبل وفي نفس الوقت شكله ملفت يعني مميز.
مش عارفه ليه اوقات بحس انه اللي في المولات بيبقى في حاجات مختلفه اوقات مش موجوده مثلا في المحل اللي هو اخر العنقود ده اللي في الشارع، بحس ان في حاجات مميزه فعلا. بس كمان اوقات بحس ان هم يعني الخروم دي بيبقوا هم شايلين بقى، يعني بيبقوا مثلا المفروض ست هي ثلاث حلقان مع بعض، هم بيشيلوا اتنين او ثلاثه ويخلوا واحد بسعر اللي هو المفروض ثلاثه اربعه، معرفش. عامه لو انتوا تعرفوا اماكن بتبيع الاكسسوارات دي باسعار حلوه قولوا تحت في التعليقات عشان كلنا ننزل وندلع نفسنا، لانه بجد الحاجات دي بتفرق جدا. فده كده كان الحلقه. جبت برضو توب كتير، اوكي هي طالعه موضه وكل حاجه، بس هي فعلا من الحاجات اللي بتفرق وبتغير شكلك تماما وشكلها كده قمر. عايزه اقول لكم انا اللي مجمعاهم اصلا في ورقه واحده كده، يعني انت بتشتري كل واحده فيهم لوحديها كده، وبتبقى باللي هو سعر 10 جنيه او 15 جنيه. بحس المفروض الورقه كلها تبقى مملايه حاجات، ولا انتوا مش معايا في الكلام ده؟ المهم يعني، وجبت دول كمان بنسه كده وتوكه، بس دي قمر قوي بقى، يعني دي بجد اموره جدا. طلع موضه بقى للمحجبات وغير المحجبات، يعني كله دلوقتي بقى يلبسها، في كمان بيحطوها فوق الحجاب كده، بس ما يعني ما اعتقدش لا ان انا ممكن اعمل كده، هلبسهم عادي في البيت، بس هي بجد بتغير الستايل قوي. ولا نجرب نلبسها كده فوق الحجاب؟ قولوا لي انتوا ايه رايكم، تلبسوا كده توك لو شكلها فيها ستراس وفيها حاجات كده ومميزه تلبسوها فوق الحجاب، ولا تفضلوا انتوا تلبسوها على شعركم على طول؟ وجبت كمان دي برضو اموره جدا كيوت. المهم بقى، طول ما انا قاعده في البيت مثلا شغاله في المطبخ بعمل اكل بعمل حاجه في البيت، ما بحبش ان شعري يفضل جاي كده على بشرتي بقى ويفضل رايح في كل حته وافضل المه وبتاع، فبلم الزعروره المعتاده بتاعتنا دي لفوق. بحب بقى من ورا يبقى فيه شكل مميز، لو ما يبقاش شكلي ساده كده ويا دوب رابطه الزعروره، سواء من ورا او من هنا من قدام، يعني هي الزعروره هي، نشتغل بقى على الحته اللي قدام والحته اللي من ورا، يا دوب برفع الزعروره وانزل الخصلتين كده تمام. وبعدين بقى جبت اللي هي التوك دي، عندي بقى منها كليبسات مش عارفه ايه، بس دي الجديده يعني فيهم. بص شكلها عامل ازاي. المهم بقى باخدها كده على شعري من ورا وادخلها، ولو ما فيهاش اللي هو العمود ده بحطها كده من قدام هنا كده، كانها ماسكه لي حبه مثلا من قصة او حاجه، بيبقى شكلها لطيف جدا، بتدي منظر يعني احسن ما احنا ساده كده خالص. جبت كمان تاتو، مش انا بحب قوي التاتو، احطه على ايدي هنا هنا، احطه هنا هنا، انتوا عارفين بقى الحركات الدلع دي. وبس دي كده حاجات اخر العنقود، يلا نخش على بعض. طلبت كمان حبه حاجات من على بيج سينيوريتا، بعد ما حصل معايا موقف لا يحمد عليه، لا يحمد عليه ولا لا احمد عليه، ايا كان يعني، المهم ان انا عارفه نفسي انا هجيب منتج مهم زي كده، سمعت عنه ريفيوز كتير قوي، وعارفه ان هو في منه مضروب كتير قوي وفي منه اصلي برضو، فليه اجازف واجيب من حد جديد لما انا مجربه مثلا مكان معين وعارفه وضامنه ان منتجاته اصليه؟ فانا جودت للاسف وطلبت اللي هو البيلينج سوليوشن بتاع ذا اورديناري، بعد ما الدنيا كلها اتكلمت عنه وقد ايه ان هو تقشير امن في البيت، وللاسف جالي المضروب. فدلوقتي هوريكم الفرق ما بين الكوبي وما بين الاوريجينال عشان تبقوا عارفين لو طلبتوه. انا كنت عارفه طبعا، فاول ما وصلني عرفت ان هو طبعا مضروب، وبعديها اختفوا من الوجود، ما عرفتش اوصل لهم تاني، فاحترمت نفسي وبعت بقى جبت من سينوريتا. وطبعا اول ما دخلت على البيج الاقي المنتج ده لوحده مستنيني اخواته كمان، فبالمره بقى جبت لي حبه حاجات هفرقوا عليهم. بعد كده بقى نتكلم عن ذا اورديناري. اول حاجه جبتها وهو الماسك بتاع القدمين ده، من الفتره الثانيه لازم طبعا نعمل تقشير لرجلينا، فده حلو قوي. وفي واحد تاني برضو كنت بحبه بس هو ناقص جدا، كان بفيتامين سي، كان برضو رهيب، بس ده شغال وبيدي فعلا تأثير تحفة وبيشيل الجلد الميت، فمن فترة التانية بحب اعمله. جبت كمان البودرة دي من بوندز. بونز انا جربت منهم منتجات كتير، كل ما اجرب منتج يطلع حلو، ها خش على اللي بعده يطلع حلو، ها اللي بعده يطلع حلو. فالمهم لقيتهم منزلين باودر، فطبعا بعت جبتها عشان انا يعني بيج فان بصراحه للباودر بتاعه الجسم، البودره اللي هي المعطره دي. بصراحه ما قدرتش امسك نفسي، لا في حاجات فعلا بتغريني ما بقدرش امسك نفسي ان انا افرقه الاول قبل ما استخدمها. المهم ان انا جربتها، ناعمه 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 ناعمه، كميتها كبيره، سعرها حلو. بعد ما حطيتها انا بحب قوي احساس البودر بصراحه، بيحسسني كده بالنظافه، ريحتها فواحه كده، وكنت حاسه ان انا فايحه فايحه كده في كل مكان بعد ما حطيتها، فحلوه قوي قوي قوي، ما خذلتنيش بصراحه. بوندز بصراحه ما بيخذلونيش، شكرا يا شمس ان انت غبتي. المهم اللي بعده وهو السيرم ده، سمعت عنه كتير جدا، ده سيرم للشعر. المهم ان انا جبته، عجبني قوي لونه البيربل ده، عجبني بصراحه بس لسه ما جربتوش. انا جبته لان هو سعره حلو، وفي نفس الوقت سمعت عنه قصايد قصايد. هو سيرم للشعر بيرطب الشعر ويديله ريحه حلوه. خليني الاول اجربه وبعد كده ابقى اكلمكم عنه، عشان انا يعني اول ما شفته افتكرته، افتكرت ان انا شفت ريفيوز كتير عنه فجبته على طول، بس
لسه بقى ما جربتهوش. حاجه بقى دورت عليها كتير جدا 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 وناقصه بقى لها فتره كبيره جدا، ما صدقت بصراحه ان انا لقيتها، مش مصدقه ان انا جبتها، وهي المكعبات دي من عبد الصمد القرشي. هي كانت جايه بصراحه متسلفينه، بس انا ما قدرتش برده امسك نفسي وفتحت وشميتها، لاني كنت كل ما اشوف فيديو بيتكلموا عن المكعبات دي قد ايه ريحتها نظافه وجميله وليها استخدامات كتير جدا. فدي اعمل حاجه طبعا على المناطق الحساسه دي، اللي اقول لكم حطوها بقى بقلب جامد، وهنعمل منها شغل عالي قوي ان شاء الله في الفيديو اللي هنقعد نخترع فيه كده حاجات مع بعض. المهم ان انا جبتها، وزي ما وصفوها بصراحه تحس ان انت واحده نظيفه 24 ساعه مثلا بتاخدي شاور، مش ممكن على النظافه. ريحه من اجمل 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 ما يكون، بصوا ريحه كده ما بتتوصفش بجمالها. المهم بقى ان على بيتش سينيوريتا الحلو ان هم بيبيعوا المكعب لوحده، يعني مش لازم تجيبي الست دي فيها ستة مع بعض، لان كده ولا كده المكعب اصلا بيقعد فتره طويله، ممكن تاخدي مكعب واحد لوحده. بس انا طبعا صدقت لقيتها فقلت لما امن نفسي واجيب علبه على طول. جبت كمان من حبيب قلبي سوب اند جلوري. بصوا سوب اند جلوري ده المفروض يسموه مش سوب اند جلوري، المفروض يسموه حاجه العرايس، يعني حاجه للعرايس، حصري للعروسه. جبت البادي باتر وجبت كمان السكراب، انا اوريدي عندي سكراب وبصراحه بيقعد فتره طويله جدا، فما اعتقدش ان انا هكرره تاني، بس انا جبته لحد حبيبي كده تابع يعني كانت محتاجاه. المهم ان انا جبت السكراب والبادي باتر لقيتها، فقلت لما اخدها معايا في السكه. مع البراند دي فعلا مميزه، يعني البادي باتر ما بتهزرش في الريحه بتاعتها وقد ايه ان هي ناعمه ومميزه، حاجه كده ملهاش شبيه ملهاش تاني، عارفين ليه الحاجه بتاعت التميز ليه حاجه واحده. مبدئيا انا بحب قوي ترطيب البادي باتر عامه في الشتا، بتدي فعلا ترطيب عميق وبتدي ريحه جميله قوي، بتدي احساس وملمس ناعم كده، هي حلوه هي ما تتوصفش. الكميه بتاعتها بتقعد فتره طويله، تستاهل بصراحه، تستاهل تستاهل تستاهل، جميله بشكل مش طبيعي وناعمه، وانا مجرباها اوريدي قبل كده، فاول ما لقيتها على طول طلبتها. ممكن تستخدمي اي بادي باتر، بس في حاجات فعلا عارفين تستاهل كده ان انت تجربيها، فدي من ضمنهم. لو انت عروسه هاتيها على طول، لو انت واحده وعايزه تدلعي نفسك وتوصلي كده لحاجه ملهاش تاني هاتي برضو البادي باتر دي. المهم بقى ندخل بقى على ايه، على للاسف المنتج ان هو اخر حاجه معايا اللي انا اتخدعت فيه، مش اتخدعت، وتخيلوا يعني يا جماعه انتوا ازاي كده بجد، بعتلي المنتج في العلبه اللي هي الاصليه، عندي العلبه الاصليه اصلا بتاعت اورديناري عادي ما فيهاش مش مضروبه ولا حاجه، المنتج اللي جوه بقى هو اللي مضروب. خلينا بقى نشوف كده الفرق مع بعض على السريع. ده اللي هو البيلينج سوليوشن، وده بيقشر طبقه الجلد الميت تقشير خفيف. كل اللي جربوه او 3 ارباع اللي جربوه استخدموه بطريقه صح، شكروا فيه جدا، سواء في التصبغات في الكلف في ان هو يعالج الحبوب واثر الحبوب، تقشير امن جدا جدا في البيت، ومستخدمين فيه فعلا مواد بتساعد ان البشره تتغير تحول لحاجه تانية. فده كده شكلهم، بنعرفه منين؟ بنعرفه من الرقم اللي بيبقى مكتوب باللبني ده اللي هو TD72، وده طبعا مكتوب اي كلام اي هبدو خلاص. بصوا الفرق، ده اللي هو الاصلي وده اللي هو المضروب، وانا من غير ما اشوف دي اصلا، من غير ما اشوف العلامه دي، هو باين من لونه، هو باين من لونه ان هو مش المنتج الاصلي. فخليني ايه اوريكم الفرق. ده كده شايفين اللون على ايه، شايفينه على ايه؟ قولولي. ده احمر لون الدم فعلا، انما ده على بني. عامه يعني قبل ما تشتروه بجد اتاكدوا ان هو الاصلي، عشان في منه مضروب كتير جدا. اكتر حاجه بقى تغيظ ايه، اكتر حاجه تغيظ ان هي بيعهولي بسعر الاصلي، انا جايبه الاثنين بنفس السعر، هي حاجه طيب مضروبه، طب بيعوها بسعر اقل، طيب يعني هنضر بشرتنا وبرضه هندفع عليها فلوس؟ ما شفتش كده بصراحه يعني. فانا جايبه الاثنين بنفس السعر، بس للاسف واحد مضروب والتاني بقى اللي هو الاصلي اللي انا طلبته من على بيتش سينيوريتا. انا غلطانه بصراحه، يعني محدش يلام في الحوار ده غيري انا. فعامه يعني هسيب لكم تحت في الديسكربشن وكمان في اول تعليق مثبت تحت الفيديو لينك لبيتش سينيوريتا، كل المنتجات مضمونه اصليه 100% على طول، في عروض فرايتي كبير جدا في المنتجات للبشره والجسم والشعر، ادخلوا ودلعوا نفسكم واختاروا اللي انتوا عايزينه. ندخل على حاجات الصيدليه، هم منتجين بفكر جديا بجد ان انا اعمل لكم فيديو مفضلات، يعني عارفين في منتجات تعجبنا قوي تمام، في حاجات بقى بتعجبنا قوي قوي قوي، فانا عارفه انه يعني فيديو مفضلات ده ولا زمان ولا مكان ولا اي حاجه، بس حرفيا في منتجات عجباني جدا الفتره دي حابه ان اعمل لكم عنها فيديو.
خلينا نبتدي. اول واحد اللي هو البور ريفاينر ده من بايوديرما. اصحاب البشره الدهنيه واصحاب البشره المختلطه هاتوه على طول، يستاهل 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 كل جنيه. ده للمسام للحبوب، بينعم شكل البشره بطريقه مش طبيعيه، بيتحكم في افراز الدهون وهيبقى اقوى واقوى كمان في الصيف، بجد مش طبيعي. حبيته حبيته، ما قدرتش بصراحه ان امسك نفسي ومجربوش. جربته كده بقالي اسبوع مثلا، مستخدمه مره او مرتين في اليوم، مش طبيعي، حلو جدا جدا جدا. لو متحمسين لفيديو المفضلات ده قولي تحت التعليقات وانا اعمله. انا عندي حبه منتجات كده لازم يطلعوا للنور، لازم تعرفوهم، لازم تشوفوهم تعرفوا انا حبيتهم قوي ليه. وجبت كمان اللي هو الغسول ده من بيز لاين، عشان هو 4 في 1، اللي هو قناع وسكراب وغسول وايه تاني ومفتح. المفروض هو بيفتح البشره، البشره المختلطه والدهنيه اللي هو انا. انا يا شكرا. فجبت. ندخل بقى الحاجات اللي انا طلبتها برضو اونلاين من على نون، مش حاجات كتير يعني. اول حاجه جبتها وهي الشنطه الكيوت دي، اموره بصراحه، محتاجه كده ايه حاجه روشه تبقى معايا في الشنطه احط فيها الحاجات اللي هي بتاعه الطوارئ دي. قلت كمان ممكن اعمل لكم فيديو على الانستجرام ولا حاجه، الناس اللي بتحب المعلومه على السريع، فقلت ممكن اعمل فيديو يعني على الانستجرام في الحاجات اللي هي بتاعه الطوارئ. فممكن اسيب لكم لينك الاكونت بتاعي عشان تروحوا تتابعوني، عشان ناويه ان شاء الله الفتره اللي جايه ادلعكم فيديوز قصيره. الناس اللي بتحبش الرغي زينا، احنا بنحب الرغي عادي. الناس اللي بتحب المعلومه كده على السريع اعمل لكم حبه فيديوز كده ان شاء الله الفتره اللي جايه على الانست. المهم الشنطه قد ايه كيوت، بحب اقول الحاجات اللي بيبقى عليها رموش دي، كلها جليتر كده بصراحه ناعمه جدا. جبت كمان شنطه تانية، اوكي هي طلع حجمها اكبر مما توقعت. ولو كنت شفتوا برضو الفيديو اللي فات بتاع المشتريات تعرفوا انا جبت الشنطه دي ليه، عشان هي مرسوم عليها يعني فروع شجر. سيبكم من ده، مش دي مشكلتي معاها. مشكلتي معاها ان انا مسكتها كده ورجعتها تاني. ليه بقى؟ عامله زي الورقه، مش ممكن، ناشفه قوي يعني. قلت حجمها ده اوكي هتمشي معانا في مصيف، في حاجه، في سفريه، هتشيل حبه حاجات حلوين، بس انا ما بحبش حاجه تبقى ناشفه كده، لا مش ممكن. ايه ده؟ اوكي ووتر بروف من جوه يعني سهل قوي ان احنا نغسلها، بصوا بس ناشفه قوي. ف مش عارفه ليه، هجرب اغسلها يمكن تطرى شويه او حاجه، بس انا يعني بجد اما مسكتها كده اتخضيت بصراحه، ما فيش امل فيها بصراحه. جبت كمان الجهاز ده، ده جهاز ازاله الشعر صح، ومش ليا برضو، هو هديه. ده بقى فيه كل حاجه يعني، هو ينفع عند الحواجب، ينفع كمان عند المناخير، فيه اكتر من راسي، معاه 4، فحلو قوي. وكان سعره حلو وكان نازل عليه اوفر، وانا اوريدي بيبقى معايا اكواد خصم كده في المواقع، فلطيف، بس هو مش ليا. وجبت كمان زيت الورد عشان انا اللي عندي قرب خلاص ينتهي، بدخله في حاجات كتير جدا. كمان الهير برفيوم اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض في فيديو بقيت كل شويه اعمله، فاهمين، واقعد ارش كده وارش الزوز وبتاع، فبيخلص معايا بسرعه، فكنت عايزه اجيب. ريحه زيت الورد وريحه اللافندر برضو اويل بيريحوا، بيغسلوني من جوه كده، بحب ريحتهم قوي، بس مش عاجبني ان هو عامل زي ازازه الدواء كده، بس مش مشكله، احنا لينا انه الزيت يعني يطلع كويس. وجبت كمان الباودر دي من سيبال، انا اللي عجبني ان هي سعرها حلو يعني، سعرها كان 70 جنيه او 75 جنيه، وانا بحاول يعني ادور لكم على اوبشنات كتير، بحيث لما اعمل لكم ان شاء الله فيديو يبقى عن الباودرز وكده وانواعها وافضل نوع، يبقى معانا اوبشنات يكون سعرها حلو متوفر تقدروا تجيبوه. احلى ما فيها بقى ان هي ايه بمرايه، بحب اول حاجه، بحترم بصراحه اللي يحطوا لنا مرايه في اي برودكت ميك اب، فدي فيها مرايه، ومرايه محترمه كمان، كميتها كمان حلوه، شكلها لطيف. جبت اللي هي الترانسبيرنت الشفافه، بيجي معاها سبونج بصراحه مدلعنا سبونج. بص جبت كمان الحل اللي هيخلينا نرسم الايلاينر كده في منت، اللي هو الايلاينر اللي بيرسم السحبه دي كده، وانت بقى تكملي على طول، لو بتطبعي كده بالايلاينر وبعد كده تكملي انت. جبته من ام ان، بصوا ده يعني شكل العلبه اهو، برده كان سعره حلو. هي بتبقى ناحيه ايلاينر عشان ترجعي ترسمي بيها، والناحيه التانية بيبقى هوريكم دلوقتي سبونج شكلها شكل سحبه الايلاينر دي. اول راس اهي، او اول تيب يعني بتاعتها، رفيعه حلوه، رفيعه حلو، هيرسم حلو ويحدد يعني. بصوا بقى، بصوا بقى الناحيه التانية، ايه ده، ايه ده، اه ايه ده، ازاي، بصوا جالي ايه، ما جاليش اللي هو بيعمل سحبه الايلاينر، بصوا جالي ايه، ايه ده، ايه ده، جالي، شايفين ولا مش شايفين،
انا كنت فاكراه اللي هو بتضغطي بتطبعي كده بيه زي التاتو او حاجه بتاعت زمان وخلاص، هو بيطبع لك بقى سحبه الايلاينر وانت يا دوب عليكي تكملي. ده طلع نجمه، استغفر الله العظيم يا رب. زعلانه زعلانه. هو بجد يعني لازم كل مره تصدم لايف كده قدامكو على الملأ، لازم كل مره يحصل حاجه تصدمني لايف. طب يعني مين هيحط ايلاينر على شكل نجمه؟ لا بجد مين يعني؟ اقنعوني كده، اخ منكو انتوا. طب وبعدين؟ طيب ده انا كان في حسابات كتير قوي في دماغي للقلم ده، كلها اتبخرت فجاه، اتبخرت كده مش عارفه اعمل ايه. طب بصوا، انا هوجد له استخدام، فلوس وهنحللها، يعني هنحللها، اتفتح خلاص لازم نشوف له استخدام. طب بصوا بقى، يعني مثلا ممكن ايه نحط كده ايه على التشيكس بتاعتنا، تشيكس تحطي عليها برضو الستارز دي، وبعدين نحط بقى عليها جليتر فاضه بقى، فاهمين؟ نستخدمه نحط كده قمر قوي، يعني تخيلوا الرسم اصلا شارب قد ايه. فتخيلوا بقى لو كان الايلاينر كده نفس السواد ونفس القوه ونفس انه يعني بيرسم شارب قوي كده وتحفه قوي كده. طب اما انا هعمل ايه؟ طيب انا ما انا لازم اعمل كده، لازم عشان ما يحصلليش حاجه من الصدمه، لازم اخد الموقف كده عادي باريحيه. يلا جايلك، قربنا نخلص الفيديو فنلعب براحتنا بقى. المهم اللي بعده، جبت اللي هو الستيك ده او الماسك ده من سيمبل، كان سعره حلو فقلت يلا خلينا نجربه. طيب نبقى نفتحه بعدين عشان خلاص الواحد يعني خلاص بقى كده هتقفل بقى كده اليوم. وكمان جبت السكراب ده، قلت يلا خليني اجرب نوع جديد عشان لو طلع حلو اقول لكم عليه. اهو ده شكله، الباكج بتاعته مغريه بصراحه. طب افتح يا سمسم، لازم نقطعك يعني. تمام، ريحته فايحه، ريحته اورنج. اوكي بس هو يعني، طب خليني اجربه الاول احسن، هو مدكك كده ببعضه، مفهوش ماده كريمي شويه، تحس ان هو برتقان او قشر برتقان مطحون. بس ريحته حلوه قوي، ريحته اورنج كده صرف، لطيف لطيف. نعدي الدنيا، نزق الدنيا كده مع بعض. وكمان جبت اللي هو الشاور ميلك ده من جلايسوليت، سائل استحمام. عجبني التطور بتاع الشركات، لا في تطور، عملوا لنا شاور ميلك اللي هو ده، كان سعره تخيلوا 20 جنيه و300 مللي، وتشيز حلو، يا رب يبقى كريمي كده وناعم. وريحته اي ثينك ملهاش اي علاقه بالكريم اللي هو بتاع الجليس ولايت او جليس وليت، ملهاش اي علاقه بيه. فخلينا برضو نجرب. اخر حاجه جبتها هي للمطبخ، بصوا بقى الجديه في الموضوع، كل اللي فاتكم جايبه حاجه للمطبخ، اللي هو المصفه دي عجبتني. احلى حاجه عجبتني بقى فيها ان هي بتطبق، بتاخدش مكان، ده اللي احنا محتاجينه في المطبخ، مش عايزين نكلكل الدنيا. اها برضه كنت طالباه اونلاين، كان عليها عرض. تمام كده كده. بعدين بقى ده عشان لو هتغسلي فيها حاجه هتفتحي الصفايه بتاعتها دي اعتقد وتغسلي، ولو هتعمليها كقطاعه هنرجعها بقى كده ايه يعني حاجه تبقى مسطحه كده. اوكي خليني اجربه اقول لكم عمليه ولا لا. استنوني بقى لحظه كده قبل ما اختم معاكم الفيديو، نعمل زي ما على الانستجرام بيقعدوا يعملوا، نحط التوكه دي تليق مع الشغل اللي احنا عاملينه برضو. بس لا بس اعتقد دي مش تنفع، لازم اللي هي الكليبسه. هي راحت فين الكليبسه الوحيده اللي جبتها؟ مش لاقياها. اي اها لقيتها. تعالوا بقى نعمل زي ما على الانستجرام بيعملوا، نكمل اللوك بقى، فاهمين؟ نكمله كده. ايه رايكم؟ ايه رايكم نعمل كده؟ يعني هتبقى لطيفه، كيوت كيوت. بفكر جديا يعني التوج دي اغرتني ان انا ابقى لابساها قدامكم في الفيديوز وكده. بس عامه حاجه ده خلصنا فيديو النهارده، انا هكمل بقى بقيه الفيديو كده وانا عشان تبقوا شايفين بس.
بس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، ودي كانت المشتريات اللي انا جبتها لسه من قريب، ما كملتش اصلا كام يوم وما فتحتهاش وما اديتش ايدي عليها تقريبا يعني معظمها، غير لما فرقوا عليها الاول. فيا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وتكونوا استمتعتوا وانتم بتتفرجوا عليه. لو تعرفوا اماكن نجيب منها الدلع ده كله قولوا تحت في التعليقات عشان كلنا نستفاد من بعض وندلع نفسنا كلنا، ما نتدلعش ليه. وبس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، بحبكم جدا، بشكركم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.